مواصلين معكم رحلتنا في الرفماك. نحكيو تو سويت على عبد الرزاق الشابي وبعد بعض الاسرار الخطيره اللي تخص حياته الشخصيه كان اعطاها في اخر تصريح اعلامي لي. نحكيو على نساف بن علي اللي اعطت تقريبا العدد اللي باش يكون مسموح به داخل قاعات الافراح. نحكيو على بلديه وفيديو اثار جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ووفاه الفنان المصري حسن حسني. ذوما الاخبار اللي يستنوا فيكم تو سويت تسمعوهم بصوت سندريلا في البوكس نيوز. بوكس نيوز. مرحبا، باش نبدا بالرزوقه الاعلامي التونسي عبد الرزاق الشابي اللي كان ضيف برنامج جودي تو على قناه الحوار التونسي نهار الخميس واعترف بحاجه قليل وين نسمعوا عبد الرزاق يحكي عليها وهي حياته الشخصيه. لا لا مش انا حبيت منشطه مشهوره، حبيت منشطه مشهوره وتخدم عندكم في الحوار. انا حبيت منشطه اخرى مشهوره وماشي تخدم واحده واحده ساعه بعثت في قنابل. انا حبيت فنانه تونسيه معروفه. لا بشويه خليك تعطيني في قنابل. لا والله قنابل عطيتك قنابل بالحق. المنشطه اللي تخدم في قناه الحوار التونسي مانيش تقول عليها. لا ما تقولش عليها ميسج، انا نقبل انك ما تقولش عليها. مانيش تقول عليها. هل كان حب من طرف واحد؟ لا حب قوي برشا. اي من طرف واحد ولا الزوز؟ زوز، حب متبادل. عادنا نفجعك؟ قل لي اكثر من 13 سنه. التعليق كانت هكا 13 سنة حب وما عرستوش ملا وجاعة يا رزوقة. فما اللي قال عائلة الشابي ما عندهاش زهر في الحب. تعليق آخر يقول هك طلعت عالشيق يا رزوقة. كومنتير آخر يقول هاو مش كان عليه قلبه مفتوح على نسي طلعكي وخيو. فما اللي عجبه قال لي عجبني في رزوقة حياته شخصية كتاب مسكر ونوفى بالتعليق هذا احنا مرا واحدة نكملوا مع حياتنا كاملة حكم مؤبد وهما صح عليهم من مرا لمرا. وحسب مصادر الصريحة أونلاين تقول انه الاعلاميه هي بايا زردي والفنانه هي عليا بالعيد. حسب شكون يفضلك؟ صريح اونلاين. صريح اونلاين والعهده على صريح اونلاين. 13 سنه قصه حب مع اعلاميه، علاش 13 سنه حب فما الزواج يا برنس سوليا؟ خاطر 13 سنه هما يكذبوا على بعض. علاش؟ فما 13 سنه حب وكل شيء وبعدين ساعات الظروف. ساعات الظروف برنس. الظروف تقل عليهم هما زوز باين، زوز حلوين، زوز كذا. 13 سنه يا ولدي تبيه 13 سنة كان جيت أنا معرس 13 سنة وقتها وأنا فك الهملة متاعي كل شيء راني عندي على قليلة 10 صغار. زيد ما فهمتش علاش وهذايا قالها صفي سعيد وباقي نعاودها كيفاش هي قصة حب تنتهي بالزواج؟ بالزواج راهو راف تحب ولا تكره كتخربيشة هذيك تفسد اللعبة وتفسد الدنيا في معناتها غالبا تدخل في الروتين وتدخل تدعو الى القطع مع عاده الزواج. لا مش القطع، لا 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 يا ودي لا انا مع الزواج. اما فما عباد نظريتها هكا يقول لك باش نعرس وكل تمشي باش تولي مسؤوليه وكل وصغار خلينا هكا مسيبين في الهواء سواء. فري خير سندريلا هو راهو رفيق. فما برشا رجال وفما برشا نساء زاد كيف كيف يحبوا يعيشوا قصه حب في النوار اكزاكتومون. تلقى قبل العرس ويرفض العرس، مش ضد العرس، ضد المسؤوليه نتاع العرس، ضد انه يتحمل مسؤوليه كوبل وصغار وماكله وضو وما، يحب روحه ويعيش الحب للحب اكهو.